السلام عليكم مشاهدينا، احنا بنتواصل معاكم من جديد من خلال فقرات ظلال الأصيل. ودائما المرأة السودانية المتميزة هي حاضرة في كل المحافل. في هذه المرة واحد من الفنون الجميلة جدا في السودان، واي امرأة في اي مكان مش في السودان في العالم بتعشق الجمال، التنظيم، الديكور، اللمسات المختلفة ممكن تكون في موجودة في البيت السوداني، سواء كانت خارج البيت ممكن يكون في أماكن العمل وفي الأماكن المختلفة اللي ممكن ترسم لنا صورة ذهنية جميلة جدا معبرة عن جمال ولمسات المرأة السودانية، خصوصا سواء كان في فنون الجميلة وواحد منها الفن التشكيلي في السودان. معي المرة دي الأستاذة أمال عبد المنعم محمود، سعيدة بها جدا، هي تشكيلية عندها عدد من الأعمال التشكيلية المختلفة والمتميزة. أنا سعيدة بك جدا جدا ومرحب بك عبر ظلال الأصيل وأقول لك مساء الخير. مساء النور عليكم كلكم، وسعيدة أنا لانضمامي للقندي في البرنامج الجميل والمذيع الأجمل. الله يخليك، أنت الأجمل. الله يخليك. تسلمي. أنا سعيدة بك، ودائما بقول إنه الفن التشكيلي أحد ضروب الفن في السودان وفي العالم. ودائما الناس بتفهم الفن التشكيلي هي ناس ذواقة جدا. والمرأة لما تكون حاضرة في المجال ده فبتزيد قلق، يعني أنا ما داير أظلم آدم، لكن دائما المرأة معروفة بلمسات الجميلة من خلال اللبس، من خلال الاهتمام بتزويق البيت، التفاصيل المختلفة. تكلمينا عن تجربة الفن التشكيلي عند الأستاذة أمال بدبتي. طبعا الفن التشكيلي أو أي نوع من الفنون، ضروب الفنون عامة، بتحكس طبعا دواخل الإنسان، بتحكس مشاعره جميلة، ولولا آدم لا حواء. يعني أنا والدي الله يرحمه له الدور الأكبر في تشجيعي للرسم، وزوجي برضه ما شاء الله عيلة فنانة يعني. أيوة زواقين للفن كلنا يعني. ومن أيام المدرسة الحقيقة كنت بحشق حصص الفنون الجميلة. يا سلام، كنت بتبدعي. بالضبط. يعني كنت برسم وكنت بحب الحصص. بديتي بالحاجات مثلا دائما بيبدأ بها الزول اللي عنده احساس بالرسم التقليدية، زي ترسم الموية، ترسم الطيور، ترسم السماء مثلا. والله طبعا انا نوع رسمي تجريدي اللي هو الابستراك. لا في البداية، انا قصدي بداياتك كنت في المدرسة. يلا في البداية انا الابستراك ما جايك في الكلام. الابستراك ده عبارة عن الوان تلوين. فكنت بحشق التلوين جدا. بعدين طبعا وظفت الالوان دي وطلعت لوحات جميلة جدا جدا. يا سلام. والرسم التجريدي مفتوح. يعني اي متلقي بيقراه بالطريقة اللي بيفهمها أو اللي بيحس بها أو اللي بيشعر بها تجاه اللوحة. والألوان طبعاً عندها لغة براية يعني. الألوان دائماً هي يعني دائماً بتعبر عن الحالة دواخل الزول في اللحظة دي، كانت شنو إحساسه، كان شنو بالضبط كده. جميل جداً إنه الإنسان يكون عنده الملكة دي، والأجمل إنه يحاول دائماً ينظم معارض عشان يقدم الجمال ده للمتلقي. في السودان عندنا عدد من المراكز الثقافية اللي بتهتم بنشاز الجمال، ومركز الراشد دياب الثقافي كان أول تنظيم لك أو لمعرض ممكن يكون تشكيلي وفيه حاجاتك الجميلة. كلمينا عن الفترة دي. الحقيقة أنا أول معرض لي كان في مركز راشد دياب، واشتركت فيه منفردة ب30 لوحة تشكيلية تجريدية. يا سلام. يا سلام. والمعرض الثاني كان في بابا كوستا، والثالث برضو في بابا كوستا، والرابع في المريديان. واشتركت في معارض كثيرة برا خارج السودان. يا سلام. النمسا. لكن ما سافرت لأسباب صحية طبعا. لكن شاركت بأربع لوحات في البيت العربي النمساوي. يا سلام. والأربع لوحات فازت ودوني شهادة تقدير طبعا. ومستمرين هنا. العطاء يعني مستمر. العطاء مستمر. طيب انا دايره اقف لسه في معرض راشد دياب، كان اول معرض ليكي. انا اتكلم افصل شويه، اللوحات كانت شنو؟ يعني احنا تكلمنا عن 30 لوحه، لكن ما قلنا كان شنو ورمزيتها شنو في الوقت ذاك. المعرض كان بيحمل اسم مراحل والوان. المراحل طبعا مقصوده بها المراحل العمريه بمر بها الانسان عموما يعني. وكل مرحلة من العمر عندها جمال الخاص طبعاً وإحساسها
وشعورك انت في المرحله دي بتحس بشنو يعني. صحيح. والالوان طبعا يستخدم الالوان المائيه يعني. ايوه بستعمل ولا غيرتي بعد ذاك كذا نوع من الالوان. بستعمل الاكريليك اللي هو الالوان المائيه، بستعمل الاويل بينت الالوان الزيتيه، بستعمل الالوان الاحبار المائيه برضو. وعملت عده كورسات الحقيقه بالرسم بالنار خارج السودان، وعملت معرض منفرد في الرسم بالنار في بابا كوستا. ممتاز. ده كان يمكن اميز معرض قدمته. طيب انا دايره يعني اجيب في حته جميله يعني في المشاركات الخارجيه. ما خلاص احنا اتفقنا انه في المشاركات الداخليه دي عندنا حاجات بنقدمها من خلال المراكز الثقافيه الموجوده في السودان او في الخرطوم. المشاركات الخارجيه دائما هي عندها الدعم الخاص وعندها الاكتساب. يعني انا لما اطلع برا واشوف ما زي لما اكون قاعده هنا. انا لما اكون فنان تشكيلي قاعد في الخرطوم او قاعد في السودان في اي بقعه في السودان، ما زي لما اكون فنان تشكيلي عندي مشاركات خارجيه. هنا بقى النظرة حتختلف، الشوف حيختلف، الخبرة برضو حتكتسب خبرة واحتكاك. كلمينا عن الفترة دي وخلينا نتعرف على يعني أجمل الأعمال اللي انت قدمتيها من خلال لوحاتك في المشاركة الخارجية. طبعا الفن التشكيلي يعني له وزنه خارج السودان وله رواده وعدد كبير جدا من الناس يعني محبين للفن دي. وإن كان هنا في السودان يعني المجتمع ابتدى يعني يتقبل فكرة الفنان التشكيلي والرسالة بتاعت الفن التشكيلي في السودان يعني وصلت لناس كثيرة جدا جدا. بس ما كان بقول لك في جوطة احنا ما فاهمين هنا ما فاهمين هاي الشخبطة دي وبتاع، لكن الآن بدأت يعني تظهر بصورة إيجابية جدا. أيوة نعم. الشباب يعني في شباب يعني موهوبين جدا يعني بيرسموا حلو، لكن للأسف طبعا مراكزنا هنا ما كثيرة. وبشوف يعني شباب بيقدموا اعمال جميله جدا جدا في شارع النيل. ايوه في يوم كان ثابت كله ثابت بالضبط كده. انا يعني كنت بحب اليوم ده جدا جدا لانه بكون على امتداد شارع النيل الاعمال كلها بتكون منتشره. أيوة. والناس كلها واقفه عليها. يعني دي بادره انا بفتكرها بادره فنيه جميله تستحق انه الواحد يقف ويفكر فيها، ويا ريت يعني لو نلقى جهات تدعم الشباب الفنانين ديل المبدعين يعني بيرسموا رسومات جميلة جدا جدا، بيعبروا عن حاجات جميلة جدا، عندهم جداريات ونشاط واضح طبعا خلال الثورة وشاركوا فعليا. نشوف كمية من الجمال يعني. أيوة. في الشوارع الخرطوم. أيوة. يعني بصورة ملفتة جدا جدا. أيوة. كيف التعبير بسلمية عبر الجداريات اللي كان بتكون موجودة في الشوارع يعني الفن حتى في الأحياء البسيطة يعني مش. أيوة. في الشوارع الرئيسية فقط. الفن التشكيلي رسالة، هدفها الرسالة. صحيح. هي عندها. صحيح. هدف سامي ونبيل. نعم. يعني فيا ريت يعني لو شوية الجهات الرسمية اهتمت بالجانب الفني بتاع الشباب ده وشجعتهم يعني. صحيح. لأنه أنا عارفة برضو إنه المواد اللي بتستخدم في الفن التشكيلي أو في الفنون التشكيلية باهظة جدا ومكلفة جدا. بالضبط. يعني غالية جدا جدا. بعدين الكواليتي يعني تدفع كويس. كواليتي كويس يعني. يعني طبعا الحالة الاقتصادية بتلعب دور يعني في الحاجات دي ولا تأثير طبعا في العطاء أنا بفتكر يعني. وزي ما بقول هو المعاناة الآن على الشاشة بنشوف بعض اللوحات الجميلة للأستاذ عمال، ممكن نتكلم عنها شوية وهي في الشاشة برضو. أوكي. نتابع حياة جميلة جدا. يعني يمكن ده جمال اللوحات وده جمال العطاء التشكيلي في الفن التشكيلي. ويعني التكلفة اللي بتكون عالية جدا، لكن الفنان دائما بيصير انه يوصل عمله. انا بفتكر انه استاذ عمال مهما تواجهها صعوبات في العمل ده وعندها فكرة تخيلي ما بتنوم بالليل، لازم تطبقها. بالضبط كده. هاجس. صح. ايوه يعني ممكن الفنان ده او الزول الهاوي لاي نوع من الهوايات ممكن ما ياكل وما يشرب بس. صحيح. يشتري الحاجه اللي بيحبها يعني. صحيح. دي حقيقه يعني حصلت لك يعني. وبتجي هنا عظمه الفن وهنا بتجي عظمه الابداع والعطاء. فالفنون عموما يعني متنفس لحاجات كثيره جدا جدا سواء كتابه أو شعر أو رسم أو أي شيء أو أي عمل يدوي حتى. طيب أنا دايرة أعرف حاجة مهمة، دائما بتكون في مواضيع وفي رسائل، لكن مرات بدخل الخيال والخيال طبعا واسع، ولما نفتح زي ما نقول اشطح
طبعا اكيد. كلمينا عن يعني ممارسه الخيال في اللوحات التشكيليه للاستاذ عمر. يعني ممكن تسمعي مقطع من اغنيه بتكون يعني محفزه لك، محفز انك ترسمي لوحه، ممكن تقري سطر في حاجه في قصه، سطر في بيت شعري، ممكن يحفزك وترسمي لوحه عنه. وبالمناسبه انا عندي كتاب، كتاب ابواب الخيال، ايوه الطرق على ابواب الخيال، كله شعر، يعني شعر لشعراء يعني سودانيين وشعراء. فكرته شنو الكتاب ده؟ نعم، فكره الكتاب شنو؟ فكرة الكتاب الطرق على أبواب الخيال. أنا بفتكر يعني في نوع من القصائد بتخليك تحلقي أو تهيمي أو تسرحي زي ما بقوله، وبالتالي ممكن تطلع لوحة جميلة جدا جدا. يعني أنا إذا سمحت قصيدة أو فتحت موسيقى معينة بالضبط، أيوة أنت شغالة فيه بكون إلهام بالنسبة لي بالضبط كده. أي فالكتاب ده بيحوي 30 لوحة ب30 نص شعري لشعراء سودانيين، لشعراء أجانب، لشعراء مغمورين حتى في الفيسبوك معي فريندز يعني، وبيكتبوا حلو طبعا وشجعتهم. يا سلام، أنا بفتكر إنه دائما الفنون دي هي بتتكامل مع بعض بالضبط، وهي أركان يعني ده بكمل ده بالضبط. فإذا في شعر، إذا في موسيقى، في رسم تشكيلي، إذا في رسم تشكيلي برضو ممكن تكون في شعر، يعني يكون في فنان هيئ المكان بلوحات تشكيلية وشاعر وبدأ يكتب لي قصيدة بالضبط كده. فأنا بفتكر إنه دي ثقافة ومعرفة متبادلة بالضبط. الرسم كمان في أنواع كثيرة، أنا بشوف في بعض المشاريع رسم بالرمل، أشكال أيوة. بالرمل بالضبط، وفي رسم بالنار بالضبط، وإنت كنت في المجال بالضبط. أنا عملت الكورس بتاع الرسم بالنار، استفدت منه أضاف لك المتحدة الأمريكية. والله هو شوفي طبعا إحنا عندنا رواد سبقونا في المسألة دي، ما بتذكر اسم التشكيلي اللي كان بيرسم بالنار، عملت الكورس في أمريكا طبعا. أيوة عملته هناك، وطبعا هناك التكنيك بتاعهم عالي جدا جدا. وهنا هنا بدوا الرسم بالنار بالزجاجة المقعرة اللي هي بتديك الأشعة تحت الشمس، وطبعا دي عملية متعبة جدا جدا عشان النظر. أيوة. عندك نظارة معينة لازم؟ لا هو قصدي الفكرة ذاتها يعني. الفكرة أيوة. يعني لما انت تجي ترسم لوحة بالنار بتخط الزجاجة المقعرة دي وبتمشيها وتكون يعني متعبة، لكن أنا لما عملت الكورس ده يعني التقنيات هناك عالية جدا وحديثة، اللي هي عبارة عن قلم كهربائي فيه عدة سنن، وبترسمي عادي وبالكهرباء في الأخشاب بتاعتنا المحلية الموجودة في السودان الحبيبة اللي احنا بنحبه ده طبعا. يعني بجد يعني بتلقي كل المواد الخام الموجودة يعني يمكن شوية كواليتي، لا ما الكواليتي، يمكن هي هنا الأخشاب جميلة جدا جدا، يمكن بس الحاجة الوحيدة المشكلة المادية اللي بتلاقي الناس الفنان عشان تجيب التولسي. أيوة. يعني أنا شحنتها معي جبتها وبتعيش يعني فترة من الزمن، بتعيش طبعا بتعيش يعني في فرق في الكهرباء طبعا. يعني ممكن تتحل المسألة دي بواسطة محول، وحتى في يعني جهات طلبت مني انه اعمل لهم كورسات وبتاع، فقلت لهم يا اخواننا عملت الكورسات دي، الناس المساكين دي حيجيبوا الحاجه دي من وين؟ فالمساله هي شوف العائد، الحاجه الماديه هي في شركات يا استاذ امال. انا ممكن اعمل كورس اعلم فيه الشباب طبعا فيه حيويه بالضبط، وتحصل شراكات مع الدوله، شراكات مع حطات خاصه، وتجي المواد دي مش ممكن؟ مش فكره؟ والله هي طبعا ما دايره دعم مادي، معلومه ما احنا خلي دي بوابه فيها يعني زي ما يقولوا رساله عبر قناه الشروق اليوم، وندعم فيها الشباب اللي يحب الفن التشكيلي. يا ريت، وانا متبرع مجانا والله اعمل لهم الكورسات دي والله. لك تحيه والتقدير، الله يخليك، تسلم ان شاء الله. انا داير اشوف اللوحات بالنار او اللي عندها تورس معينه وكذا، فادت فريق يعني بينه وبين لوحاتك الزمان. هي طبعا الرسم بالنار ده مختلف تماما عن الرسم بالالوان. انت يعني بتستعمل بستخدم شنو يعني فيه؟ يعني شوف الرسم بالنار ده بتستخدمي اخشاب وبتحرقي الرسمه اللي انت دايره بترسميها،
وبتتحرك بواسطة القلم الكهربائي ده. بالضبط. هناك الألوان المائية أو الزيتية بتستعملها دائما في الورق أو في الكانفاس. ما بتقدر طبعا تستعملي كهرباء في ورق ولا بتستعمليها في أقمشة يعني. صح. ده الفريق بين الرسم بالنار والرسم الاحتيادي يعني. يا سلام. أنا يعني سعيدة جدا بالحوار ده، ودائما أنا يعني في كل برامجي بدعم المرأة السودانية اللي دائما إيقاعة اللي بتحب الجمال وبتحب تدي السودان خصوصا الشباب. وأنا بفتكر إنه موهبتك موهبة جميلة جدا، وقبل أنا قلت إنه ذوق المرأة السودانية دائما مرتبط باللمسات الجمالية. انتقلت مباشرة لحاجة جميلة جدا، الشغل بتاع الديكور. طبعا احنا بنحشغ الحاجه دي يعني في مجالنا هنا في العمل الاعلامي، اهم حاجه عندنا الديكور. عارفه كده؟ كده ايوه. انا عرفت انك انت عندك اهتمام كبير جدا بالمجال ده بعد الفنون التشكيليه اللي هو الديكور. كلمينا عن الفتره دي وعن التجربه دي. والله اشوف هو يعتبر من الاعمال اليدويه طبعا، اي شغل الديكور ده بالذات يعني. نعم. فانا الحقيقه بصمم الحاجه اللي ما بقدر اعملها بصممها، وفي طلبة يعني مبدعين للحد البعيد في المعاهد الفنية الحدادة النجارة، شفتي بيجوا وأنا بوريهم التصميم وبنفذه، ده برضو نوع من الفن. صحيح. بعدين بحب دائما أعمل أشكال من الأصداف البحرية، لأنه أنا البحر ده يعني عالم بره، البحر حياة. صحيح. طبعا الموجة تموت وموجة تحيا. صحيح. فيعني بيديني أفكار جميلة جدا، وكده تجي كده الأفكار بدون تخطيط، بدون ما أشوف اتعملت كيف، براي بقعد أعمل الحاجة دي. صحيح. فالواحد لما داير يشغل نفسه بحاجة مهمة أو مفيدة ممكن. يعني دي أنا من خلال هذا البرنامج بقدم نداء لكل السيدات إنه يحاولوا، أي واحدة عندها هواية تحاول تنميها، تقضي وقت فراغها فيها، ما شرطاً الرسم ولا شرطاً التشكيل ولا شرطاً يعني. في يعني في ناس بيخيطوا، في ناس بيطرزوا، في ناس بيشتغلوا شغل الزعف، ده كله نوع من الفنون ونوع من إنك تقضي وقتك في حاجة مفيدة. صحيح. تفيدي نفسك وتفيدي المجتمع. بالضبط. بعدين في مرحلة عمرية زي ما أنا ذكرت لك معرضي الأول، قلت لك اسمه مراحل وألوان. في مرحلة عمرية بتجي للإنسان بيكون خلاص يعني ما عنده مسؤوليات كثيرة، ما عنده يعني حاجة تشغله، فيحاول زي ما بقوله يفتش دفاتره القديمة. صحيح. يعني أنا حبوباتنا كانوا زمان بيعملوا حاجات جميلة جدا جدا، شغل الكروشيه، شغل الإبرة. حسي يعني في سيدات كثيرات جدا عندهم الحاجه دي، ليه ما تقضي وقت فراغه في الحاجه المهمه دي؟ حتى لو علمت بنات احفادها ممكن، يعني ممكن تقضي وقت فراغه بحاجه تستفيد منها وتفيد اللي حوالينا يعني. صحيح. صحيح. جميل جدا. انا عرفت برضو انه يعني التراث برضو عنده لمسه جماليه من الاستاذه أمال، الفولكلور السوداني تقديمه بمستوى جميل جدا ورائع جدا للخارج. يعني انا بفتكر انه الاهتمام بالعادات والتقاليد السودانيه واحده من الحاجات المهمه جدا جدا في حياتنا، ولابد من تعرف الاخر بهذه الثقافه السودانيه الجميله. بالضبط كده. عندي ركننا في الاستوديو بتاعي الحقيقه فيه العناقريب حقتنا البلديه العاديه، فيه بمبرين وعنقريبين، فيه الطباقه شغل يدوي، فيه صحن البشري. يعني دي ده برا يعني ما شفت الحاجة دي بحبوها كيف برا، حاجة غريبة بالنسبة ليون، وفي نفس الوقت فنية يعني طب حاجة يعني ما بتجي على خياله ولا بفكره إنه دي ممكن تكون فيه في يوم من الأيام. صحيح. فنحن تراثنا غني بالحاجات دي، غني بالفنون الجميلة، بس الإخراج كيف يكون كده؟ هنا يعني الأذواق هنا بتلعب دور في المسألة دي، إنك تقدميها كيف أو تخرجيها كيف. يا سلام. أنا بتمنى لك دائما التوفيق والسداد في مشروعك ده،
ولسه السكة طويلة والمشوار طويل والسودان منتظر الكثير في إخراج كل الرسائل اللي ممكن يقدمها الإنسان عبر الفن السوداني، خصوصا إذا كان فن تشكيلي أو ديكور أو اهتمام كبير جدا بالعادات والتقاليد السودانية. سعدت بك جدا الأستاذ عمال عبد المنعم محمود التشكيلية، نورتينا وشرفتينا، حنزورك أكيد ونشوف لوحاتك. الله يخليك، أنا بشكركم كثير إنكم سلطتوا الضوء على الفنون عامة، وبشكر قناة الشروق، بشكر المذيعة الجميلة، وبشكر كل العاملين خلف الاستوديو خلف الكواليس، وسعيدة جدا بحضوري معاكم. نحن الأكثر سعادة، وطبعا الناس بالكنترول قالوا يعني كده سعيدين بكلامك الجميل ده. الله يخليك. احنا سعيدنا بيكي وبكل مشاهدينا اللي تواصلوا معانا من خلال هذا اللقاء.